يقول السائل: ما حكم من يستهزئ بالأخوة الملتزمين ويستهزئ بالسنة التي يقيمونها الإخوة في أنفسهم؟ الاستهزاء بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن دين الإسلام. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مرتد عن دين الإسلام. أما الذي يستهزئ بالأشخاص هذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا يجوز السخرية بالناس. قال الله سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. لا تجوز السخرية بالمسلمين ولا تنقص المسلمين، لأن المسلم كريم على الله سبحانه وتعالى، عزيز على الله، فيجب أنه يكرم بالإسلام ويكرم بالإيمان، يحترم ولا يسخر منه. نعم.